مشاهدينا أتمنى لكم بداية صباح موفقة وسعيدة. نطلع عليكم من هذه الشاشة الصغيرة اللي تشوفوها يعني اللي تشوفونا بها من خلالها اليوم، وإحنا نحتفي باليوم العالمي للتلفزيون. هذه الشاشة اللي تتابعونا بها دائما واللي تشوفون دائما بها كل الأخبار وكل ما تحبون. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من صباحكم على شاشة اليوتيوبي. من ظهر التلفزيون في بدايته كان اكو اعتراض من السينمائيين، كانوا يتوقعون انه خلاص انتهت السينما وبدا عصر التلفزيون، مثل ما اليوم يتوقعون انه انتهى التلفزيون وبدا عصر السوشيال ميديا. لكن السينما بقت والتلفزيون باقي، وهذه الاشياء تتطور وتتقدم للأمام وكل شيء بيها يتغير، وجزء القواعد أيضا تتغير، لكن يبقى الناس تتابع الشاشة. جماهير بلال يعني طبعاً صار أكو جمهور للسينما وصار أكو ناس تتابع تلفزيون، يبقى صار أكو هو وقت للميديا. بعد الوقت هذا تتبلور الأمور وكل شخص يبقى هو متابع لجهة معينة من أو فئة معينة تتابعون التلفزيون أو السينما. ولحد اليوم السينما موجودة، أصلاً زادت وصارت أكثر، وصار زيارة السينما أصلاً مو فقط للترفيه وإنما صارت كأنه موضوع دوري، لازم يروحون للسينما خلال الشهر. التلفزيون بكل أحواله موجود، صح تعرض لموجة من التغييرات أو من دخول الناس اللي هم غير مؤهلين للشاشة، لكن التلفزيون محافظ على نفسه وبقت بقية القنوات اللي هي المحترمة اللي قدرت تحافظ على هذه الشاشة، خاصة قناة يو تي في اللي قدرت ترجع قيمة البرامج وقيمة الشاشة وقيمة المتابعة للتلفزيون من خلال برامجها المتنوعة واللي تلامس كل العائلة من الصباح وحتى المساء. أهلا بكم. أهلينا، نبدأ أول أخبارنا من عندكم، خبر من ملف الكهرباء، حيث وجه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بسرعة إنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو التي تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إذ ستسهم في تنويع مصادر الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، مبينا تحديد موقع هذا المشروع ضمن مساحة الميناء. أشار السوداني إلى تصميم الحكومة على المضي بتنويع مصادر الطاقة إلى جانب الذهاب إلى حلول جذرية استراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحب الذي شرعت به الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة. في السياق ذاته، أكدت وزارة الكهرباء أن جميع المغذيات التي خرجت عن الخدمة بسبب الأحوال الجوية والتي كانت أمام الشبكات الهوائية عادت إلى العمل وتمت معالجتها، مشيرة إلى أن المنظومة الكهربائية الوطنية تشهد استقرارا واضحا. أوضحت الوزارة أن هناك بعض الشبكات الهوائية وهي مغذيات للمواطنين تعرضت كذلك لبعض الأعطال الطارئة، كان هناك استنفار كامل للملاكات في الوزارة تمكنت من إعادة جميع هذه المغذيات إلى العملية من جديد، مبينة أنه هذه حالة طبيعية. في سياق منفصل، دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة إلى تجديد المراقبة على السوق لضمان استقرار الأسعار وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار ليكونوا عبرة لغيرهم بسبب تلاعب المضاربين بسعر صرف الدولار. اللجنة أكدت أن هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا أي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم أو لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية، حيث أنهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع إلى حد مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار.
إلى ذلك حذر البنك المركزي من عمليات تهريب للعملة الصعبة إلى خارج البلاد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. جاء ذلك عقب تحذيرات من قيام أشخاص بإخراج عملة الدولار من خلال تلك البطاقات وسحبها من منافذ في دول أخرى. البنك المركزي شدد على الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام المالي ودرء المخاطر عنه، مبينا أنه سيقوم بإدراج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية اللي تم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها ضمن القوائم السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة. ونبقى فيما يخص أسعار السوق، أكدت وزارة الزراعة أن افتتاح مشروع لإنتاج بيضة المائدة في كربلاء قبل عدة أيام يعد أكبر وأفضل مشروع تواجد في البلاد، وعند عمله بكامل طاقته سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج. أوضحت الوزارة أنه مشاريع الدواجن وجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية النباتية وحيوانية تحتاج إلى حماية من الإغراق السلعي اللي يدخل البلد خارج ضوابط الاستيراد، داعيا إلى تطبيق القوانين ذات العلاقة، منها قانون حماية المنتجات العراقية وقانون حماية المستهلك وقانون الحجر الزراعي وغيرها. مشاهدينا، هذه كانت آخر أخبارنا، بيعتكم خبر الآن إلى نشرة كل شارع بأكثر من سايد، وانت اتجاهك إذا كان من السايد الأيسر ليش تروح على الأيمن وتسد الطريق على الناس اللي يريدون أصلا يروحون بهذا الاتجاه وتظل واقف إلى أن يتحرك السير، وخطية العالم تبقى واقفة تنتظرك في سبيل أنه يتحرك على مود حضرتك أنت، ما أعرف هذا شنو يسمون اللي تطلع من اليمنى على مود تتجاوز لك سيارة أو سيارتين. هذه مشكلة كبيرة يعانون من عندها الناس، ويتأخر الناس بطريقة رهيبة. ولو تتوقعون أنتوا هذه الموضوع إذا تعالج إيش قدر راح يخفف من الزخم، لأنه كمية كبيرة من السيارات تريد تروح تنطلق إلى شوارع أخرى إلى زوايا أخرى، وحضرة المواطن اللي هو عاجبه أنه يطلع من اليمنى بعدين يجي على اليسرى إلا يوقف بهذا المكان. خلوا نروح نشوف حركة المرور. مشاهدينا، من المرور وزحمة الشوارع إلى قصص النجاح، زينة سعد فنانة تشكيلية قررت أن تصنع عجينة جديدة لعمل مصغرات السيراميك، فخلطت عديد من المواد حتى توصلت إلى نتيجة عجينة تعطي نفس نتائج السيراميك في المصغرات واللوحات. حتى تتعرفون على أعمالها أكثر تابعوا معنا هذا التقرير. تميز انه هي سهلة التلوين، تتصلب على الهواء، مادة غير سامة، مو مادة سامة مثل يعني اكو صلصال حراري يكون انواع بي سامة، يعني ما نتعامل وياه بحذر، يعني احنا نشتغل بيه بس نتعامل وياه بحذر، وينشف على الغفران، هي لا تنشف على الهواء، من تتصلب تصير قوية ما تتكسر بسهولة، وبس تحتاج الى طبقة حماية لانه بالمي تتأثر، فتحتاج الى طبقة حماية. من أعجنها لازم أتركها 24 ساعة من تختمر، طريقة معينة بالعجن وطريقة معينة عن من تختمر، وورا الثاني يوم يلا نقدر نشتغل بيها. طبعا من نشتغل بيها لازم ألونها لأنها تكون بيضة، فأضيف لها مواد ثانية حتى تتلون مثل ألوان الأكريليك أو الزيتي أو ألوان القماش أو ألوان، حتى نشتغل لوحة معينة أو مجسم معين حسب. طبعا شنو دا أحتاج، إذا أشتغل على كوب راح أحتاج الكوب والعجينة والألوان والأصباغ اللي راح تدخل للعجينة والأدوات اللي راح أشكل بيها والصمغ، هاي الأدوات إذا كان كوب، إذا كان لوحة راح أحتاج إلى فريم، ونفس الشيء هم أصباغ الأكريليك اللي أرسم عليها
والورنيش اللي حيكون طبقة نهائية لها. كلمتي لكل امرأة أنه هي مهما تكون ما عندها الأدوات أو ما عندها الظروف، لا، إذا حبت شغلها راح تنجح، تصبر، تحب العمل اللي هي بيه، راح بالنهاية راح تحصل. إذن مشاهدينا، بعد ما شاهدنا هذا الفن، دائما بكل بقعة في العراق تشوف أكو فن وأكو تفاصيل حلوة عن الفن، والعراقي دائما يمتلك جانب من جوانب الفن ويفعلها، وإحنا نشجع دائما كل هذه الطاقات. عندنا جولة فنية أيضا لكن بعد الفاصل. عام 1884، فرق 100 سنة عن ميلادي، كان عام ولادة التلفزيون. صندوق صغير يقدم صورة وصوت كان بمثابة المفاجأة والصدمة للناس، حتى تطور أكثر ومر بمراحل عدة من التطور التكنولوجي حتى وصل إلى ما نحن عليه اليوم. وصل إلى هذه الدرجة من الدقة في الصورة اللي نظهر بيها لكم الآن من خلال التلفزيون. ولأهمية هذا الاختراع اعتبرت الأمم المتحدة يوم 21 من شهر تشرين الثاني يوما عالميا للتلفزيون، ويعد العراق من أوائل الدول في المنطقة اللي أنشأت محطة تلفزيونية. راح نستذكر هذه المناسبة من متحف الإعلام العراقي مع زميل علي مروان. صباح الخير عليك يا علي. صباحك علي. نعم، صباح الخير عليكم بلال وآية، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. أبدأ من حيث ما انتهيته، وهو متحف الإعلام العراقي اللي يضم كثير من الأجهزة والمعدات الخاصة يعني بالإذاعة والتلفزيون وبالتلفزيون العراقي منذ ما تأسس من عام 1956 وصولا إلى يومنا هذا. خلنا نعطي نبذة بسيطة عن تأسيس التلفزيون في العراق. عام 1956 الملك فيصل الأول حضر معرض للأشياء والمنتجات البريطانية اللي احتضنت هذا المعرض، احتضنته بغداد. حضر الملك فيصل الأول هذا المعرض وشاف كان هناك جناح لشركة بريطانية اسمها باي، كانت عارضة محطة تلفزيون كاملة بمعداتها، وأيضا بوجود جهاز التلفزيون اللي مثل ما ذكرت بلال يعني تم اختراعه عام 1884. الملك فيصل الأول حب أن يكون هذا الجهاز وحب أن تكون هذه المنظومة الكاملة موجودة في العراق، ويعني في أول دولة بالشرق الأوسط اللي تدخل لها هذه المنظومة. بدأ العمل على إنشاء هذه المنظومة واكتملت، تم تجهيز العراق بمختلف المعدات اللي يحتاجها لإنشاء أول محطة تلفزيون في الشرق الأوسط، وفعلا تم إنشاءها في عام 1956، وكان يطلق عليها آنذاك، يعني المبنى اللي كان يحتضن التلفزيون العراقي كان يطلق عليه تسمية البنغالا. بعدها تطور التلفزيون ومر بمراحل عديدة وصولا إلى ما وصلنا إلى الآن. اليوم أنا متواجد في واحد من أقدم الاستوديوهات اللي كان يحتضن أهم البرامج في التلفزيون آنذاك، وهو برنامج الرياضة في أسبوع اللي كان يقدمه الإعلامي الرياضي المعروف والمهم مؤيد البدري. في هذا المتحف موجود هذا الاستوديو، ويعني تم إنشاء استوديو مشابه أو نسخة من الاستوديو اللي كان موجود مثل ما تشوفون بهاي الصورة. يجلس مؤيد البدري وهذا الديكور نفسه موجود اليوم بهذا المتحف. طور التلفزيون العراقي والمحطات العراقية بشكل كبير وصولا إلى ما وصلنا إلى اليوم. المكان اللي متواجدين به يضم عديد الأجهزة مثل هذه الكاميرات اللي تشوفوها اللي كانت تستخدم في بدايات التلفزيون، وأيضا هناك أجنحة أخرى راح نزورها وياكم بهذا المتحف اللي يضم كل ما كان يتعلق بالإعلام العراقي، مو فقط في التلفزيون، حتى في الإذاعة والصحافة. أجهزة كثيرة عملت عليها أسماء مهمة وأسماء كبيرة معروفة في مجال التلفزيون العراقي والصحافة العراقية والإذاعة أيضا. الزميل المصور إذا ممكن
ياخذ لنا صور لابرز الشخصيات، ياخذ لنا لقطه لهذه المجموعه من الصور لابرز الشخصيات اللي عملت في التلفزيون العراقي منذ تاسيسه، من مذيعين ومقدمين ومخرجين وحتى ممثلين ومدراء كانوا موجودين في التلفزيون العراقي، امثال فيصل الياسري وحافظ قباني، فيكتوريا نعمان الاذاعيه المعروفه، وايضا محمد علي كريم، ابراهيم جلال، كثير من الاسماء المهمه اللي كانت موجوده في التلفزيون العراقي وعملت على يعني بث مختلف البرامج والاخبار وبث كل شيء يتعلق بالاعلام العراقي انذاك وصولا الى يومنا هذا. مثل ما تشوفون اليوم وصلنا الى غرفة يحتويها هذا المتحف، يعني زميل المصور اذا ممكن تتقرب على هذه الاجهزه اللي كانت موجوده بالمتحف، يعني موجوده بالقنوات العراقيه انذاك واليوم موجوده داخل هذا المتحف، ممتلئ هذا المتحف بكثير من الاجهزه. نعم. راح تحدثنا عنها الاستاذه مينا الحلو حتى يعني نعم. تطلعنا اكثر على ما موجود اليوم. صباح الخير ست مينا. صباح النور، شلونك؟ شلون صحة؟ وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. الله يسلمك. ست مينا اريد تحدثيني اكثر عن الاجهزه اللي تخص التلفزيون ومتحف الاعلام العراقي. المتحف بعدة قاعات طبعا مثل ما تشوفون حضراتكم، من ضمن القاعات بها الاجهزه اللي عملت بها يعني من البدايه اللي خدمت التلفزيون، لانه عندنا الاجهزه للتلفزيون. فوزعناها طبعا حسب الحقب الزمنيه يعني من الاقدم الى الاحدث، يعني تشوفون حضراتكم من اجهزه المونتاج من كان ال1 انج الحجم الكبير ومرورا بتسلسل زمني الى ان صارت الاجهزه اصغر واحدث طبعا. ويوجد عندنا عده تلفزيونات هم ايضا اكيد شاهدتوها من الموديلات القديمه، عندنا من اقدم موديل تقريبا 1957 احنا تلفزيوننا بالعراق طبعا 1956، فعندنا الشكل الاقدم اللي هو 1957. نقدر نشوفه حتى المشاهدين ايضا يطلعون على ما موجود داخل هذا المتحف، نحب ان نتجول باروقه متحف الاعلام العراقي ونشوف الناس ما موجود داخل هذا المتحف. اذا ممكن تحدثينا عن هذا الجناح. هذا هنا قاعة، أنا هنا نسميها قاعة الأجهزة التلفزيونية. فمثل ما قلت لحضرتك هذه منذ البداية الأجهزة مال المونتاج الموجودة، من كانت حتى كان أصلا جهازين، ما كان جهاز واحد، كان واحد للبلاي واحد للريكورد، يعني واحد يعرض واحد يسجل، مرورا بالحقب الزمنية التطور مالته. فهذه قاعة التلفزيون احنا نعتبرها بأجهزتها. طبعا عندنا بعض الأجهزة موجودة هنا حتى في الشركات الأصلية ما موجودة، نسخ من عندها يعني قديمة جدا جبناها من مخازن شبكة الإعلام، المخازن المستهلكة والمستعملة، فما لها شبيه أصلا، يعني من قطع النوادر صارت. طبعا بالبداية علي مروان جهاز الون إنج اللي هو نعم. أكبر جهاز يعني تشوفوا حضراتكم سبق التو علي مروان، لكن التو انج ما وجدنا يعني بالعراق، بحثت عن التو انج ما موجود اللي هو كان اقدم، لكن الون انج موجود عندنا مثل ما شفتوا حضراتكم. هناك مداخله من الاستوديو. نعم بلال. علي مروان، اول شيء تحياتنا للست مينا اللي هي مهتمه دائما بالمتاحف واليوم هي بهذا المتحف. بس اكو تفصيله مهمه، انت مريت هسه على منطقه جميله وطبعا المصور اخذها بلال، اللي هي الاديت، جهاز اجهزه المونتاج. يا ريت شويه يعني تقترب منها اكثر ونشوف الناس قبل اللي هسه حاليا دايما ينتجون بهذا الموبايل بطريقه بلمح البصر يتمنتج برنامج كامل. هذا الإدت اللي قد كان بصعوبة والأشرطة وشون يدخل الشريط وشون يسرج وشون يأخذ اللقطة ويحول اللقطة منها، يعني فالتفصيلة كلش صعبة وبيها ميكانيكية معقدة بعض الشيء، وكان أصلا شيء اسمه مونتير، يعني هذا موضوع كلش صعب، يعني كانوا هم الله يحفظهم ويخليهم يعني محمد عطوان مونتيرنا في العراق، وبعدين وعلي السامر الرائي الله يرحمه، بعدين جه حمزة ميرزة، طبعا أنا حالفني الحظ اشتغلت وياهم، هذه الأسماء المهمة الكبيرة، بس كان ماكو حد يقدر يخترق ويصير مونتير وياهم، ما يعلمون، صعب
صعب يتعلم شخص إلى أن إجت بالتسعينات بنهاية التسعينات في تلفزيون الشباب يلا شوية دخلوا بعض الشباب اللي قدروا. طبعا على مستوى النساء أيضا ست حنان كانت هم مونتيرة، وهم يعني المخرج كان محظوظ إذا يحصل مونتير، يعني هذا المخرج إذا قدر يرتب وضعه ويا مونتير والمونتير راضي عليه هذا موضوع كلش صعب. فكان المونتير انه على قولتهم شايل الخشمه ومو اي طريقه تتعامل وياه، لازم تجيب لطف وفد طريقه حلوه وجوز تعزمه يترتب له الوضع يلا تحصل على مونتير. فاني هذا الجهاز الاديت يا ريت تقترب اكثر من عنده علي وتشوفنا تفاصيله. نعم، بداية الزميل المصور إذا ممكن تركز لنا على أجهزة المونتاج اللي كانت موجودة آنذاك واللي تحدثت عنها الستمينة. فعلا بلال المقطع يعني حاليا اللي يحتاج 15 دقيقة لمونتاجه سابقا كان ممكن يحتاج ساعات لإخراجه بشكل جيد وشكل ممتاز عن طريق هذه الأجهزة. ستمينة إذا ممكن تحدثينا عن ميكانيكية عمل هذه الأجهزة، شنو الصعوبات، شنو الفرق ما بين المونتاج حاليا والمونتاج سابقا من خلال هذه الأجهزة اللي تحتاج شخص خبير بها حتى يعني يطلع المادة بشكل جيد على الشاشة. أنا طبعاً راح أقول لك على حد علمي لأني أكيد أنا أيضاً مو خبيرة بالموضوع، لكن أنا من خلال جمعنا الأجهزة استعانيت بالمهندسين القدامى اللي طالعين تقاعد من شبكة الإعلام العراقي لأن هم اللي أدرى، فمن خبرتهم تعلمت بعض المعلومات. أنه أولاً كان ثقل الجهاز عامل كل شيء حد من حركة المونتير، قضية مو بسيطة. لو تشوف حضرتك احنا حتى من سوينا الباترينات سويت لها ستاند بالبداية لأن ثقلها انت، وبعدين كل جهاز مونتاج هو جهازين مثل ما قلت لحضرتك سابقا. اذا تشوفون ركزتوا عليها قالوا لي اللي بي زرار احمر يعني هذا للريكورد، فما كان اصلا جهاز المونتاج اللي هسه احنا دا نمنتج اصلا بالموبايل كان جهازين، واحد يعرض والثاني يسجل. يعني اصلا كانت الاجهزه عديده، واحد اثنين كانت ثقيله جدا، وكان كل ما انت تحتاج اي عطل السبير بارت يعني الادوات الاحتياطي انت لازم ترجع للشركه الاصليه طبعا خاطبها لو اي شيء بسيط جدا واجهك خلل بي. طبعا اكيد ايام الحصار حكولي انه واجهتهم كثير من هذه المشاكل المهندسين الموجودين بالعراق لانه بقوا يستخدمون اجهزه أقدم من الموجود بالعالم يعني، فكانت تواجههم صعوبات يحكولي أنه إذا شيء انكسر هم ما يقدرون يستوردوا، خلوا له مسمار مثلا. تعرف أنا عندي جهاز هنا المهندس القديم شافه ذكر الجهاز نفسه لأنه كان خالين بدائل، كانت تتعبهم طبعا هذه القضية. تصليح ما كان بسيط، الشغلة مو بسيطة، مو مثل ما هسه تقدر تبرمج أو تشتغل ببساطة شديدة. ومثل ما قلت لحضرتك التطور موجود، اللي سجلناه موجود، ما كان التطور سريع بالبداية، بعدين بدأت تصير سرعة. وإحنا ناب المتحف أصلاً أنا توقفت لسنة التسعين لأنه ما اعتبرت البقية تاريخ مثل ما يحسب مثل السابق طبعاً يعني. صحيح. ستمينة كيف جمعتوا كل هذه الأجهزة من بداية تأسيس تلفزيون العراق لحد الآن؟ حتى اللوجو ما تلفزيون موجود، ما مبقين شيء مخالي بالمتحف. هاي رادنا قاعدة طويلة بس باختصار جماعتها من مخازننا، مخازن شبكة الإعلام العراقي موجودة بها، عندنا مخازن مستهلكة ومستخدمة. طبعا أكيد بوجود مهندسين اللي قلت لحضرتك استعانيت بهم لأنه أنا متخصصي أعرف الأجهزة، أنا تخصصي أقول هذا جهاز حلو يلا جيبوه، ممكن يكون مو كلش مفيد بس طبعا. وجبنا أجهزة اللي تكون ما متعرضة لل يعني تخريب تام أو قديمة جدا، لأنه مثل ما قلت لحضرتك راد لها يعني بدائل للتصليح ما قدرنا أكيد نسويها، فهذه جبتها من هذه الجهة. زائد أنا خاطبت مجلس النواب، عندهم مخزن كامل لمحطة قديمة سمحوا لي طبعا، سوينا موافقات ودخلت لمخازنهم وجلبت أجهزة عديدة موجودة، فهذا كله جمع خلال تقريب سنة ونص جماعة الأجهزة. جميل جدا، يعني هذا الموضوع مهم جدا الاحتفاظ بالتاريخ التلفزيون العراقي بكل ما كان يحتوي من أجهزة من أصغر جهاز إلى أكبر جهاز ممكن نشوفه موجود بهذا المكان. خلينا ننتقل إلى يعني رواق آخر داخل.
هذا المتحف، أيضا ممكن نشوف التلفزيونات القديمة. نعم جدد حضرتك قلت لي الشعار انه كان لازم، انه اشترطت لازم تعيدوا، لازم يكون موجود، لانه اكو لمسات صغيره استاذ علي. من يجون اغلب زواري اللي يجونا من الناس اللي عملوا في شبكه الاعلام تلفزيون العراق، فاللي يستوقفهم مو بس الجهاز، يعني يوقف يم الشعار اول صوره ياخذها ارد اخذ يم الشعار القديم. صحيح. لانه يعني مس وجدانهم هذا الشيء، طبعا هم عايشين وياه، ممكن اكو ذكريات جميله يعني مع هذا الشعار، والناس تجي تشوف الذكريات، واللي يبكون طبعا الكثيرين، واللي يتذكر الجهاز واللي يقول لي انا اشتغلت على هذا الجهاز. هسه الكاميرات اللي موجوده هنا مثلا، منها كاميرتين جربناها من استوديو 600 من زارنا الأستاذ صلاح كرم المخرج طبعا العراقي الكبير، قال لي مينا أنا مشتغل الهاجس، مشتغل الأماني ظل على هذه نفسها الكاميرات. وأكو كاميرا إذا تحبون أيضا هسه نشوفها محمولة، اللي صور بها مسلسل نادية، نفس الكاميرا موجودة عندنا. هم حضرتك إذا تحب تشوفها، وإذا تريد تشوف التلفزيونات المتنوع اللي موجود. نعم هذا بلبل الإذاعة. بلبل الإذاعة. هناك ذكريات جميلة جدا مع هذا البلبل، خاصة العاملين داخل الإذاعة والتلفزيون. المواطنين طبعا، لأنه كان افتتاح الإذاعة منذ عام 1936، تفتتح الإذاعة بصوت زقزقة هذا البلبل، وبعدها طبعا التلاوة بالقرآن الكريم، فكلش مرتبط أيضا بوجدان الناس هذا صوت البلبل. كانوا يتخيلوا بلبل حقيقي ومسجلين صوته، لكن هو كان يصدر من جهاز داخل المجسم اللي تشوفه حضرتك. لكن هذا تعرض إلى قصة طويلة، سرقة بالأحداث مع 2003. هو نفسه موجود حاليا لو تم يعني صناعة واحد آخر؟ لا هو نفسه ما له بديل، لكن اللي صار به من تم سرقته وحرق وهذا الشيء، انكسر شلون مثل كوكو، وكان بي غصن ايضا واقف عليه هم انكسر هسه تشوفه، بس هو نفسه طبعا. المهم موجود بعده داخل هذا المتحف بذكرياته ايضا اللي يذكرها كل شخص كان يعمل داخل الاذاعه والتلفزيون. هنا هذا الجناح بالمتحف يحمل اجهزه ممكن نقول يعني كانت موجوده حتى بالبيوت العراقيه، يعني التلفزيون القديم الخشبي، اجهزه الصوت ممكن كانت موجوده بالبيوت، الراديوات. هم يقسموها الى الهوم سيستم طبعا اللي بالبيوت نستخدمها، واكو لا اللي مال البروفيشنال يعني مالت الشغل. يعني اذا تشوف حضرتك اللي وراك هذا كلش قديم، الجراموفون زائد راديو، هذا الهوم سيستم. وهذه الاجهزه لا هي الاذاعه، هذا هوم سيستم. انا بديت اعرف الهوم سيستم يعني تعرفه وتحبه ليش؟ اذا تلاحظ استاذ علي كان اكو ابداع بالتصميم، تصميم الجهاز نفسه مو اي شكل كان. ليش؟ لانه قبل اللي يقتني كان تلفزيون يجيبه للبيت، ما كانت الطبقه العاديه، مو كل انسان كان يشتري تلفزيون. صح. كانت النخبه خلينا نقول او شويه الطبقه الغنيه تشتري تلفزيون، ومن تشتري التلفزيون القرايب والاهل يلم عنده مثلا يوم معين حتى يشوفون. حتى الراديو قبل، حتى الراديو من كانت هاي نسمع قبل حفلات ام كلثوم، كانت الناس تلم اللي عنده راديو واللي عنده تلفزيون، فكانت قطعة جدا مهمة داخل البيت. ولذلك إذا شوف تصميمها كلها تصميمها جميل جدا يكون، لأن أنت دا تحط قطعة أثاث، أنت مو دا تحط مو مثل هسه تحط جهاز يمك. صح. لا لازم يكون أنيق، جزء من الأثاث المنزلي. صح بالضبط، راح تشوف إنه التصاميم كلش جميلة يعني مشتغلين عليها. طيب خلينا نتوجه للكاميرا اللي تم تصوير بها يعني مسلسل نادية مع الستمينة، إذا أمكن أنه دلنا على هذه الكاميرا اللي مثل ما ذكرت تم تصوير بها، يعني تصورت بها مسلسل نادي، مسلسل عاش ويا المواطنين يعني بمختلف المشاعر داخل هذا المسلسل. هذه الصورة طبعاً من مسلسل نادية، وهذه فعلاً يعني هذا تصوير خارجي، هذه الكاميرا هي هذه. نعم هذه الكاميرا. تمام، كاميرا محمولة يوماتيك نوع سوني، استخدمت في الثمانينيات
تم تصوير بها هذا المسلسل. يعني بنشوف حتى جدران هذا المتحف تحتوي على ذكريات وصور ترجع كل من كان يتابع التلفزيون وأيضا يعمل في التلفزيون إلى ذكريات جميلة. تعرف أستاذ علي إحنا من بدينا هي تعرف الفكرة أصلا كانت يعني وليدة أستاذ ناصر شمة نوجه له تحية طبعا. فمن بدينا نشتغل من دن أسس وأني كلش مشغولة بأن أجمع الأجهزة كانت لأنه أريد أملي المكان تعرف القاعات كلها فارغة استلمتها. فقال لي مين انتبهي أنه إحنا مو بصدد عمل مخزن، إحنا بصدد عمل متحف، أكو فرق كلش كبير، فلازم يصير أكو أمور موجودة تحسسك ب جدار انه انت ما تريد بس اجهزه تخلي يعني يمكن المتخصصين هم الاجهزه، لكن الجمهور العادي لا يهتم اكثر للصور للكوادر، والفنان اصلا يكرم من يجي يشوف صورته موجوده يفرح. انت تشوف فنان يجي يقول لي وين اني وين صورتي اذا هنا واذا بالجدار الاخر. هذا يعني هو واجبنا، مثل ما حضرتك شفت انه احنا شاشات ايضا سوينا للدراما وللسيارة الذاتيه للي عملوا بالتلفزيون، فإن شاء الله راح أكرر أكثر من جدار راح يكون للكوادر العراقية موجود. يعني إحنا معتادين دائما بالعراق، ممكن بالسنوات الأخيرة صار تغيير أنه دائما نكرم الفنان بعد موته، نحتفي بالفنان بعد موته، لكن اليوم كثير من الفنانين موجودة صورهم داخل هذا المتحف، مجرد ما نشوف صورته موجودة في متحف للإعلام العراقي ضمن كل تفصيلات الإعلام العراقي، هذا الشيء مثل ما ذكرت يشعر بفرح، يشعر بفخر أيضا أنه حكومته والمؤسسة الثقافية والإعلامية في بلده مهتمة به، مهتمة بالمنجز اللي قدمه أيضا. كان أستاذ علي أني من يجون يقولوا لي شكرا باباتي خليتي، أقولهم هو مكان يعني هذا إنجازك أني برسته، هو هذا مو إنجازي، هذا مو إنجازنا. يعني حتى إحنا المبنى اللي واقفين به حاليا هو معهد التدريب الإذاعي، سابقا افتتح 1972، هاي كل قاعة عملوا بها أفاضل الناس اللي اشتغلت بعدين بشبكة الإعلام. قبل كانت المهنية ما يطلع واحد على الشاشة ولا يصير مونتير ولا يصير كاتب سيناريو ولا يصير مقدم برامج أطفال بدون أن يأخذ دورة متخصصة داخل هذه البناية من 1972. فأنا أرجع أقول لك هاي مكانكم، يعني مو مكاني ولا أني متفضلة أنه أنا حاطة صورتك، هذا إنجازك، هذا تاريخك. فهم من يجون يقولون أنا أحس جاي لبيتي، يعني يقول إحنا بيوتنا غيرناها بس هنا أنا من نجي نحس مكاننا الأصلي. تمام، شكرا جزيلا للاستثمينة، تعبناك ويانا اليوم، وشكرا لكل هذه المعلومات الجميلة اللي طيتينا إياها. أشكركم وأشكر اهتمامكم، موفقين إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا يعني هاي كانت جولة داخل متحف الإعلام العراقي بمختلف الأروقة، وهناك أروقة أخرى تخص الإذاعة وأيضا الصحافة العراقية. متحف متكامل من كل شيء، يضم العديد من الأشياء اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. علي مروان احنا جدا نشكرك على هذه الجولة الممتعة، الشكر لك ولضيفتنا الكريمة الست مينا، كل الشكر لكم، كانت جولة جدا ممتعة. مشاهدينا بهذا اليوم العالمي المهم نحب دائما نذكركم بأهمية التلفزيون لهذا اليوم، هو بعده موجود اليوم، احنا ظهورنا دائما انتم تشوفونا، هو مو بس احنا نساهم بهذه الاطلالة، عندنا فريق اعداد، عندنا مصورين، عندنا اخراج، اكو فريق كامل هو يساهم بنجاح كل الصور اللي تشوفوها على التلفزيون. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى تواصل مع آخر وأهم الأخبار التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي. أول أخبارنا في تواصل نبديها من أحوال الأمطار في الساعات الأخيرة بمختلف المحافظات والفيضانات اللي تسببت بها نظرا لسوء البنى التحتية في أغلب المناطق، في حالات غرق الشوارع مستمرة كما حصل مع جنوب الموصل وشمال صلاح الدين والبصرة وغيرها. في البصرة تحديدا عانى طلبة مجمع كليات باب الزبير من الوصول إلى قاعاتهم الدراسية بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة صباح
أمس. هذه السيول كانت محيطة بالمجمع وصعوبة سير المركبات فيها، كما وثق مواطن هذا المشهد من خلال مقطع فيديو نتابع. يعني تقريبا يعتبر هذا الغرق نسبيا جيد يعني احنا للوضع اللي نمر به ببلدنا، يعني وعندنا مشاكل هواية بالبنى التحتية. يعني احنا شفنا يمكن بدولة الإمارات صار فيضان أكبر من هذا بكثير. الفرق الوحيد انه اللي صور الفيضان تعرض لها مشكلة أمنية، بينما هنا عادي صور فيضان بدون أي مشكلة أمنية وعادي تأخذ راحتك. احنا نتمنى أنه ما يصير عندنا هذه الفيضانات، وأعتقد نوعا ما أفضل من السنوات السابقة. ممكن احنا هالمرة سيطرنا تقريبا على الأمطار، ما نعرف الجاي شنو. على هامش مشاركتهم في فعاليات موسم الرياض التقت المطربة الإماراتية أحلام بالفنان المصري محمد رمضان داخل استوديو أثناء إجراء محمد لاستعدادات الخاصة بحفلة الغنائي المقرر إحياء في 24 من الشهر الجاري. وأثنت أحلام بموهبة محمد قائلة له أنك جوكر. هذا الوصف واللقب الجديد الذي أطلقتها أحلام كان سبباً في انتشار مقطع الفيديو الذي وثق لقائهما، حيث كانوا يتبادلون الحديث والابتسامة. نتابع. مصدر الثقة بالنفس. يا حبيبي أنت حبيبي يا بطل. أنا دايماً بقول عنك إيه؟ بسميك إيه؟ بسميك الجوكر. ده لقب. عارف إيه؟ الجوكر وين ما تحطه. وين ما تحط الجوكر تحط الجوكر في اي لعبه. جوكر اسمه جوكر. هذا انت وانت مستمر. استمر الملكه يا حبيبي. بقرار مفاجئ حسمت الفنانه المصريه منى زكي موقفها من عدم التواجد في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، ذلك بسبب انشغالها في التحضير لفيلمها الجديد اللي من المتوقع أنه يعرض في موسم عيد الفطر المقبل. وكانت منى زكي قد انتهت مؤخرا من تصوير فيلم الجواهرجي الذي تعود به للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أكثر من 22 عام. يذكر أن منى زكي تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل بعنوان طالع نازل من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويشاركها فيها الفنان شريف سلامة. وحققت منى نجاحا كبيرا خلال موسم الدراما لرمضان الماضي عبر مسلسلها تحت الوصاية. إلى التكنولوجيا تسعى منصة إنستغرام إلى إطلاق ميزة جديدة لمستخدميها، وهي أشبه بميزة الأصدقاء المقربون، لكن هذه المرة راح تشمل المنشورات وليس فقط عند نشر القصص، إذ يكون بمقدور المستخدم تحديد الأصدقاء اللي يريدهم يشوفون منشوراته. شنو رأيك بلال؟ يعني يجوز أكو ناس يعني هم هذا الموضوع الخطوة. لا ما أحبها، هو السوشيال ميديا للناس يعني، ما هو ليش أصلاً دي ينشر يعني. هاي فيد اللي عندهم هاي النزعة المشاكلية، جماعة الفيسبوك ماكو خل توصل سوي تاج هذا. لكن في المقابل تخوف العديد من هذه الميزة التي قد تكشف أسرارا، فلو تم تفعيلها سيكون من مقدور الأشخاص الموجودين في قائمة المقربين التعرف على من هم موجودين معهم أيضا في تلك القائمة، وذلك من خلال رؤية سجل الإعجابات أو البحث في خانة التعليقات. لذلك يتأمل المستخدمون أن تبحث إنستغرام في كيفية جعل هذا المحتوى أكثر خصوصية. اتفاقا مع المقولة اللي تقول أنه القراءة دفء الشتاء، وبما أنه أجواء المطر والبرودة تعطي لبعض الأشخاص الإلهام في الإبداع،
تحت طبعا هي ماكو اي بروده بس يمكن حمزه كلش يشعر بالبرد فمن كتب هاي الجمل كان كلش هو اصلا حمزه جدا عاطفي طبعا بالمناسبه حمزه المعد احساسه مرهف ودائما شوفه يقلب شعر نزار قباني والاشعار الاخرين لذلك يقول حمزه انه تبرز الحاجه الى ان نخوض في تفاصيل هذا العالم ونتحدث عنه مع كاتبة برز اسمها بالعديد من المقالات والصحف وصدرت عنها أعمال أدبية متعددة. ابتهال عبد الكريم كسار، رغم أنها تمتلك شهادة البكالوريوس في اختصاص الزراعة لكنها تميل إلى شغفها إلى كتابة القصص والروايات. صدر لها أول عمل روائي وهي رواية تشرين الغريب وأقامت حفلات توقيع روايتها في معارض متعددة للكتب. الحديث أكثر نرحب بها معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بيك للمرة الثانية. أهلا وسهلا. أي نعم للمرة الثانية. أهلا وسهلا. بس تعقيبا على حمزة يمكن كتب هاي الجملة لأن هو يريد دفء القراءة مو دفء. فعلا إيه حمزة ظلمت هواية. هو عاطفي يعني. لما نتحدث عن الروايات اليوم صار الاسم النسائي دي يكون متصدر بالسنوات الأخيرة بكتابة القصص والروايات. بعيدا عن روايتك أريد أحكي بشكل عام اليوم عن موقف اليوم النساء بكتابة القصص والروايات. شلون تشوفي؟ صباح الخير للجميع للكادر والمشاهدين والأصدقائي. القراءة أنا يعني حضرتك قلتي على الجانب النسائي بس القراءة بصورة عامة هي تغطي الكل، بس قد تشعر النساء انه يعني هم مقصرين الكتاب الرجال جميعهم جيدين بس اكو شيء قد ما شغلوهم او ما عرفوا يعبرون عنه، فجاء هذا الابتلاء يعني من النساء يعني لابد يعني الشخص هو اللي يعبر عن نفسه افضل. فالنساء وجدت اكو ثغره او مساحه من كتب بيها من شغل كالهام كفكر، وبالتالي باي جانب لابد المراه والرجل عن اصدار الاعمال الادبيه بشكل عام في أي مجال بالعمل بالحياه صح دقيق 100%. بس اكو نقطة هذا ماكو صعوبة بمجتمعنا انه تعبر المرأة عن اللي داخلها؟ كنت في ندوة قبل فترة الدكتور يعني الكاتب محسن الرملي قال احنا انتم النساء نشيل عبئكم اكثر الكاتبات، لان انتم من تكتبون اكيد اكو مساحة تقولين لا اخاف والدي يقراها اخاف اخويا، لان راح تصير اسقاطات شخصية يقولون هاي هي تجربتها الخاصة، قد هي ما تكون هيك اللي عاد هو الا من الخيال. انا اكيد اغلب الاشياء من خيالي حتى لو 50% يعني اروح للواقع بس 50% هو خيال. بس الكاتب بس يبحث عن المعالجة مرات ويبحث عن أشياء موجودة بالمجتمع تمسها يعني الرواية في طبيعتها لازم بالنقطة الأساس تكون مسلية جاذبة للقارئ أكثر ما تكون يعني ولا حتى تتحول إلى محاضرة أو كتاب تاريخ ما يصير تحشيها أنت معلومات بس تمر ونصائح لازم هاي الرسائل المبطنة. هو الكاتب عادة يجزئ من يكتب 90% لهذه الفئة 50% لهذه الفئة 10% يعني أكيد أكو إحنا عندنا حرية بالكتابة هي داخلها لو اكو خوف من تكتب يعني مرات انا اعرف هسه مثلا من تقرين روايه اوروبيه او حتى يجوز عربيه للدول مثلا مصر او الدول اللي شويه اكثر انفتاحا من عندنا تلقين شويه يروحون بمديات اخرى يعني تعبر عن كل ما في داخلها شويه. احنا بالعراق ما تشوفين اكو يعني قليل يعني أنا بالنسبة إلي ملاحظ بهذا القيد أقول التنوع شيء جميل هم بخلي يروحون وإحنا خلينا بهاي الخانة الملتزمة واي نوت يعني التقاليد مالتك أيضا جميلة وهاي التفاصيل راح تخلق رواية ما تشابه الرواية الروسية والفرنسية بالعكس أنت راح تتميز راح تجيب شق ثاني جميل يعني هي نفس البشرية بالتالي أنت ما راح تغطي كل احتياجاتها مو شرط أكتب عن النقطة اللي وجزء ربما أنا مبتدئة بعدين راح أمتلي بالكتابة عن هاي الأجزاء وأحتاج بعدين أكتب عن الجزء هذا اللي حضرتك تتكلم عليه وتشوفه وعر ما أقدر أتخطى. لأن أحد الروائيين الكبار طبعا يقول إحنا عندنا مشكلة بالتمثيل ما تقدر البنية تحضن أبوها صح ولا تقدر الزوجة تحضن زوجها من يجي من السفر
بس أنا وياك بس أستاذ، وبالكتابة ما نقدر، الكاتبة ما تقدر تنطي كل آرائها، وهاي شوية تقيدها بال أنا يعني أشاهد أعمال جدا رائعة وما تحتاج إلى هاي، بالعكس هسه أكو أعمال قامت تجيب هاي المواضيع دخيلة تفرضها فرض. إيه هذا واحد، أنت ممكن توصل مسجك بكل احترام وكل سلاسة وحفاظا على التقاليد والهاي. ليش إحنا متخيلين الحرية هي تخطي كل القيود؟ لا بالعكس، بعض القيود لا مو تخطي، هو عكس الصورة، يعني عكس الصورة صحيحة بس ممكن انت تتجاهلها. يعني انا اكو افلام شفتها بالعكس خاضت بمواضيع جدا عميقه، فيلم الاثار الحكيم ومع ذلك ولا مشهد يعني خارج او خادش للحياه وناقشت موضوع قيم، بينما هسه اكو مسلسلات حاليه تشوفها لا بيئه كانه اضافه، يعني بها كميه من المشاهد زائده ودخيله على الدراما. نفس الشيء الكاتب بنفس الوقت، يعني بما انه انت ذكرتي ببدايه حديثك انه الروايه مو شرط تكون هي من الخيال ولا شرط انه تكون جدا واقعيه، وبالتالي الاثنين اكو جماهير مختلفه، اكو ناس تميل للخيال واكو ناس ما تقدر تقرا بالخيال وتحب انه دائما قراءتها تكون واقعيه. انا بدي اسالك عن روايتك، انت شنو تصنفيها اللي هي تشنين الغريب؟ وخلينا نتحدث عنها بشكل نوعا ما مفصل، شلون صارت الفكرة وش وقت كملتيها؟ تشرين الغريب هي بتبيئتها، يعني هذه الرواية نضجت من خلال حدث صار، أنا ما رحت بعيد عن الحدث، هي عن بطلة تصنف واقعية، واقعية اجتماعية، فتاة يعني مها بطلة الرواية تمر بحالة عصف ذهني بعد أن تشوف أحداث تشرين، تسأل وين كنا إحنا، ليش الآن، وليش هاي الانطلاقة المتأخرة، شنو اللي عصف بالمجتمع العراقي ودفع على هذه الخطوة اللي كان يطالب بيها. ما تكتفي بالإجابات اللي تجيها من وسائل الإعلام أو من الأصدقاء أو من الأخوان اللي ينزلون، لا تحب تنزل، لأن دائما أكو بالواقع شيء يتغيب انت تشوفيه بمشاعرك ما يشوفه الاخر. من نزلت وانخرطت تفاجأت انه اهلها واخوانها كلهم موجودين وما حد يحكي بالبيت، احنا عندنا هاي ماكو شيء نسويه ونضمه، اكو اشياء دائما تناقضات عندنا المجتمع العراقي. فهي تكتشف انه الكل يعني مندمج بهاي الحاله وكل واحد شايفها بزاويه، لكن يلتقون عند نقطه معينه ومطلب واحد، هو نريد وطن. نريد وطن، وبيها طبعا فلاش باك، هي عوده الى الطفوله، احنا شلون نشأنا، شلون تكوننا، يعني هاي الشخصيات مو هيك نضجت، لازم يعني ترجعين. واضح ايش قد تحبين الروايه، يعني ايش صارت تلمع. اي لانه هديتها لاعز الناس. يعني منو حسيتيها، منو اللي البطله انت؟ لا لا، عبرت عن منو؟ عبرت عن النساء وعبرت عنا احنا العراقيين المترددين. انت قلتي جزئيه مهمه انه هي راحت وشافت، منو اللي راح وشاف خلاش تكتبين هذا؟ يعني اكيد انا حضرت اجزاء وشفت بس مو هي مو هاي العين، اريد نعرف هاي العين اللي شافت منو كان. يعني حتى بروايتي هسه الحديثه رحت وشفت، لازم اكو اشياء اشوفها لان احس بيها. اي رحت وشفت طبعا، لازم اروح واشوف حتى تعيشين. بس ما كنت ناويه اكتب من رحت وشفت، ما كنت ناويه، بعد ما رحت وشفت قررت اكتب. حلو، لان حسيت التاريخ راح يخلد الاحداث بس ينسى هذول الناس. يعني يقول الروايه يقولون هي تاريخ للكومبارس، للناس ارشفت احداث هم ضحوا بس انت ما شفتيهم. صح، للاسف النهايه مؤلمه. شكد صار عمر الروايه من لحظه انطلاقها؟ صار يعني هي من 2022. نعم، راح تقبض هاي بعد سنه لخ كل ان شاء الله. وهاي الروايه الثانيه ان شاء الله اللي هي خيال بحت، ما بها اي سياسه ولا وين منطقتها؟ هاري بوتر في الكاظميه. هاري بوتر ان شاء الله هي في الطباعه هاليومين ان شاء الله تصدر. انا في شغله حكيتيها انت، يعني صراحه حكاية مهمة بهذا الزمن. نعم، انت يعني حكيتيها باي ذا واي، يعني قلتي انه انا لانه يجوز لانه بعدني مبتدئة بالرواية في عالم الرواية. نعم، اي تدرين اليوم البناتنا يعني مع اعتزازنا لهم قليل يقولون هذا الكلام، رغم هم بعدهم بدايتهم وعندهم اخطاء كبيرة يجوز بالكتابة، وتعرفين انت هسه الطباعه صارت مت لا تنقح ولا تحاسب ولا هذا، كل من بفلوسه يطبع وتمشي الامور. صحيح، بس ما يقولون احنا بعدنا، ترى ما يروحون يتعلمون، ما يروحون يطورون اللي عندهم. صح والله يا استاذ بلال، ذولا هم اللي خسرانين، شغف البدايات لا يعوض. اي يعني اقول مبتدئ وخطوه البدايات جميله، جميلة حتى وان كانت صعبه. ترى اكو روائيين عندهم عشرات الروايات وبعدها ما يصنف نفسه كاتب ويخجل يقول اني كاتب او روائي. اني لا، اني يعني ما اخجل بهذا الشيء، انا اريد اضيف لمسه، اكو شيء بالعراق اريد ارشفه اخليه جميل.
سواء يعني أتمنى طبعاً الشهرة أو تنقر رواياتي وتوزع، بس المهم أني اللي حسيته وأريد أوصله راح أوصله وراح أعمل عليه. بس قبل ما نختم مع حديثنا ردت بس أعرف أنه أنت راح تبقين بمنطقة الرواية، ممكن أنه نشوف لك تجارب أخرى عدا توجه الرواية أو الكتابة في الرواية. مقالات أكتب، مقالات يعني سياسية ورياضية. نعم. وعندي شغف بالرياضة جداً، ممكن نشوفك بمجالات ثانية عدا الرواية، يعني ممكن تكون كتب تاريخية أو هيك شيء؟ ما أعتقد يعني، لا ما أعتقد. أنا شغفي بالرواية أحب الشعر أسمع له، بس ما أعتقد أيضا أميل للشعر. إحنا نتمنى لك كل التوفيق بكل كتاباتك. شكرا جزيلا لك وشكرا لتواجدك. ننتظر الكتاب الجديد، ما بقى له شيء إن شاء الله يصدر قريبا، وأتمنى تشرفوني بحفل التوقيع بمعرض العراق الدولي إن شاء الله. مشاهدينا إحنا باقيين ومكملين وياكم، راح أروح إلى فاصل ونرجع لكم. تخصصات متعددة بدأت تفرض نفسها كمهنة للمستقبل بسبب التطور التكنولوجي المتسارع، من ضمنها مجال صناعة الألعاب بالعراق تحديداً. برزت أسماء تمكنت من إثبات نفسها والنجاح بهذا المجال لدرجة تصدير الألعاب إلى دول الخارج ومنافستها للألعاب العالمية. علي كاظم هو شاب من محافظة النجف، امتلكه شغف البرمجة والحاسوب منذ سن المراهقة، وعمل على مشروعه الخاص وهو لعبة تحمل اسم كيان أسود بإمكانيات محدودة، لكن مع مرور الوقت بدأ يحصل على تقييمات إيجابية ومرتفعة، وهو يسعى إلى أن تصل اللعبة العراقية إلى مصاف الألعاب العالمية. علي اليوم راح يكون ويانا عبر سكايب من مكانه هو من النجف حتى يحكينا بتفاصيل أكثر عن تجربته وهذا المشروع اللي كان مليء أو ممتلئ ب الشغف. اهلا وسهلا بك علي ويانا بصباحكم. علي احنا لما نتحدث عن اليوم اللعبه العراقيه ولما نتحدث عن العاب اللي صارت هي شغف لكثير من الشباب، لكن اغلب الشباب يحبون العاب معينه بس مو الكل تجيهم فكره انه هم يطورون هذه اللعبه اللي هم يحبوها. احكي لنا شلون صارت فكره تطوير اللعبه. يعني أنا من كنت صغير أحب الألعاب وألعبها، بس أول شيء الفكرة جت إحنا العرب ليش ما عدنا ألعاب عالمية؟ إحنا هسه من ننزل ألعاب عالمية هي فئة تريبل أي، يعني اللي تفاصيلها كلش تجي عالية، إحنا العرب غايبين تماما عن هذا المجال. فعد فضول أنا دائما ليش إحنا ما عدنا هالشي ألعاب عالمية؟ يعني إحنا هسه من لعبة عالمية تجي القائمة مال المنتجين أقل شيء الفريق فات 25 واحد، فأنا شخص واحد، فالفضول أكثر شيء هو دخلني بهذا المجال. فدخلت وبدأت أتعلم، كان أقوى محرك بذيك البيئة ومحرك انريل انجين، يعني هو مسوي ألعاب مسوي جوائز، هذا المحرك شوية صعب ومعقد بس يعني خلال سنة واحدة قدرت أضبطه. الدور كتبت قصة هي قصة نفسية تتكلم عن ضابط أمريكي كان بالعراق وصار تفجير انتحاري، فهو صار بغيبوبة. فاللعبة يعني كان إنتاجها صراحة كل الصعب، أخذت مني 3 سنوات مستمرة، يعني 3 سنوات أنا أشتغل بها وكنت وحدي، هي هتش ألعاب تحتاج استوديو كامل، بس يعني بعد المثابرة وكثير من التعب قدرت إن شاء الله أكملها. وهواي متفاجئين إنه أكو يعني لعبة عربية طلعت، حتى يعني هواي ناس يتصلون بي يقولون يعني معقول أكو هتش لعبة بهتش مستوى يقدر يسويها شخص واحد؟ بس يعني سويتها وطلعت من العراق. علي أنت شنو اختصاصك؟ خرج قسم محاسبة 2017. وشون هاي التصميم شنو يعني أنت من تشتغل التصميم هذا الجرافيكس وهاي التفاصيل أنت مشتغلة؟ أي أنا مشتغلة على أكثر شيء بلندر وثري دي ماكس. احكينا سولفنا على طريقة صناعة هذه اللعبة تفاصيلها. هي اللعبة المحرك اللي يبرمج هاي كلها ويسويها لعبة يا جماعة هو محرك انريل انجن، بس التصاميم عندك تجي بانريل انجن، أكو دعم يعني المطور المستقل من الشركة إيبك جيمز نفسها، بس التجميع اكثر شيء يجي من برا، يعني اكو برنامج احنا نسميه ريالتي كابتشر، يعني تجيب مثلا هاي الخوذه تاخذ خوذه واقعيه تاخذ لها 360 صور تدخلها برنامج ريالتي كابتشر يحولها ستاتيك مش دور، تحولها على البلندر تقلل البولي مالته،
الدور تدخلها بانري رانجر، راح تدخل بدون ماتريال، اذا تريد تشتغل ماتريال تشتغل على سب سبنتر برنامج خارجي يسوي الماتريال الدور تدخله. هاي الجزء السهل، هذا مو صعب. صعب البرمجه، انه شلون تحول جماد الى شيء يتحرك وشيء قابل للعب، هي هاي اصعب شغله وهم ضبطتها. حلو. علي، احنا لما نتحدث عن الالعاب بشكل عام فهي كل لعبه لها جمهورها الخاص بها واللي يحبها دائما ويسعى انه هو يكمل ويوصل الى مراحل متقدمه بهذه اللعبه. انا اريد اعرف جمهور هذه اللعبه، اريد اعرف شنو ارائهم، انت شلون تتابع الاراء والتعليقات والتقييمات اللي تصير لهذه اللعبه؟ يعني التقييمات لحد الان التقييمات كلها ايجابيه، لان هي مو بس لعبه وجرافيك، يعني هسه تشوفوها جرافيكها حلو ومبينه، يعني لعبه متعوب عليها وعالم العراق بها، يعني العراقيين كلش حبوها، بس فكرتها مميزه انه الشخصيه برمجت بها ذكاء اصطناعي تتفاعل ويا اللاعب، يعني اللاعب من يلعب مثلا يسبب بموت الشخصيه. نعم. الشخصيه تتفاعل وياه تقول ليش سببت بموتي بهيك موقف بهيك شيء، ومرات اذا اللاعب ضوج الشخصيه تلغي التحكم من اللاعب وتبدا هي يعني تلعب في نطاق زمني الدور تعطي التحكم، فاللاعب من يلعب اللعبه هاي ما يحس انه هو وحده يلعب. يعني انا من العب الالعاب وايد اسوي انجازات احب اشاركها ويا ناس غيري بس ما حد يمي، فقلت انا ايش راح اسوي؟ هذا اللاعب اللي يلعبها وحده خلي برمج شخصيه تتفاعل وياه بحيث يحس انه هو والشخصيه جاي يلعبون اللعبه، وهاي اكثر شيء. والجرافيك يعني ذن عجبنا اكثر شيء الجمهور، والجمهور كلش انعجب بها، بس لحد الان هي تغطيه اعلاميه ما محصله لان ماكو حمله دعائيه عليها، بس اكثر شيء نعتمد على الجمهور لان كل اللي يلعبها ويجربها جاي يتكلم عنها. حلو زين، هسه احنا حتى نساعدك في التغطيه الاعلاميه، هي باي زاويه انت تشوف هذه اللعبه؟ بيا زاويه من الالعاب المشهوره، خلينا نقول هي الفئه مالتها تربل اي، الفئه مالتها يعني من التصنيف تجرع بنفسي. علي مثل اي لعبه يعني اذا نجيبها يعني تشبه لعبه ريزنت ايفل تقريبا. مو مثل هاي كول اوف ديوتي وهالسوالف؟ لا 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 مو كول اوف ديوتي، ريزنت ايفل اكثر شيء بيها شبه على كول اوف ديوتي، مو اخذوا جندي انه شلون يعني تصميمه دقيق وهاي فاخذوها على مجال كول اوف ديوتي. زين. نعم علي، أنا بس أريد أعرف قبل قليل ذكرت أنت شقد كان مهم وجود الذكاء الاصطناعي وشقد هو ساعدك بتطوير اللعبة، خلينا نتحدث عن هذه ضربة الحظ الحلوة والإيجابية اللي صارت مع تطوير هذه اللعبة بوجود الذكاء الاصطناعي بهذه الفترة. بس السؤال ما سمعته. أنا دا أتحدث عن وجود الذكاء الاصطناعي علي، وقبل قليل أنت ذكرت أنه الذكاء الاصطناعي ساعدني بتطوير اللعبة، خليني نتحدث عن هذه ضربة الحظ اللي صارت مال الذكاء الاصطناعي مع تطوير اللعبة بنفس الوقت. الذكاء الاصطناعي مو ساعدنا بتطوير اللعبة، أنا طورت الذكاء الاصطناعي وحطيته باللعبة. هو باللعبة. أها أنت ضفت. ما يقول ساعدني. نعم. يقول أنا ضفت الذكاء الاصطناعي باللعبة. ضفته بالشخصية بحيث الشخصية. وهذا اللي ردنا نعرفه. نعم. الشخصية تتفاعل ويا اللاعب، يعني مو مجرد حلو. جماد اللاعب يتحكم فيه. هذا نعم. استثمار. بس أريد أعرف من عندك إيش قد تميزها أنت، إيش قد قيمة هذه اللعبة أنت رأيك؟ شنو تشوفها؟ هي اللعبة. تقييمك أنت الحقيقي. والله تقييم 8.5 من 10. جيد. يعني شوف هسه ممكن الناس يعني تلعب هذه اللعبة وتعوضهم عن لعبات أخرى. هي ممكن بس الحجم مال اللعبه يعني خلال ساعتين الى ساعتين ونص انت بخلصها، يعني بيوم واحد تقدر تخلصها، فالاكثر شيء اللاعبين يعتمدون على الاونلاين ما بيطور قصه، انه دائما انت تلعب ضد ناس جدد ودائما انه اللعبه انت تقدر تلعبهم مره ثانيه، اذا اطار قصه فاطار القصه يعني زمن محدد يخلص. اكو جديد؟ يعني مشروع جديد؟ ايه أو تطوير جديد إنه بحيث يصير أونلاين. إذا حصلنا دعم تتدراني وقلتها ذكرتها، إحنا سويتها بإمكانيات يعني محدودة وهو عندنا نقص معدات، أكثر شيء يعني احتاجته هي بدلا من موشن تشابتر تحول حركات مال الجسم أنيميشن بداخل المحرك، يعني شو تحرك أنت مثلا تحرك هاي إيدك ترفعها الشخصية بداخل اللعبة ترفع اللعبة بدون هاي البذلة، أنت تبدأ تبرمج كل بون كل عظم شلون تريده ضمن نطاق زمني فريم فريم، وهاي عملية كلش صعبة وبطيئة.
نعم علي، احنا راح نكون اكيد دائما داعمين لكل هذه الخطوات اللي انت تحاول انه تدفع بها هذه اللعبه الى الامام. علي احنا جدا نشكرك ونشكر وجودك اليوم ويانا عبر السكايب من محافظه النجف، ونتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا بهذا الموضوع نكون وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم، اتمنى لكم وقت طيب ونلتقيكم يوم غد ان شاء الله في نفس الموعد. مع السلامة.